this chapter of our story, we call it We Have a Dream. McMond and the story of the Code 1445. With unique injectable combination, moxidectin with clorsalon. Number 1 refers to the ideal dose. Number 4 is the number of the targeted species, while the other number 4 is the parasites that McMond works against to bring the big 5 benefits. McMond dose is 1 milligram per 50 kilograms of animal's body weight. And its only and best route of administration is subcutaneous route just under the skin. The targeted species that McMond is effective on are buffaloes, cows, sheep, and goats. McMond acts against 4 internal and external parasites: Asphaciola hepatica and gigantica, Acarina as ticks and mites causing mange, on nematodes as it is effective against sensitive strains of both gastrointestinal and lung worms, insects as lice and flies. Its powerful points lies on its 5 advantages. It's more effective as it has no resistance in Egypt, and economic due to its suitable price. Longer duration of efficacy as it stay in animal's body from 60 days up to 90 days. Easy application by subconscious route. There are no recorded resistance against any of McMond ingredients, with high safety margin, as you can use it in all pregnancy trimesters, in all target species. And finally, the dreams come true with McMond. We say it with great honor, made in Egypt and ready to export all over the world. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني لتنظيم شركة فيرست فارما إيجيبت. سعيد بمشاركتي معاكم. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هناخد محاضرة أو برزنتيشن بسيطة خالص، هي سبوتلايت أون أنثيلمنتك إن رومنانت براكتس. زي ما بدأنا المرة اللي فاتت، احنا بنتكلم دايما الجلوبال بتاعنا One Health. Healthy people, healthy animal, healthy environment. ودي هتساعدنا جدا جدا في المحاضرة النهاردة. وزي ما قلنا برضو في المرة اللي فاتت، ان احنا عندنا disease مطلوب منا diagnosis، وعشان ناخد قرار سليم في العلاج. مراجعة سريعة كده على ما هي الطفيليات. Parasites اللي هي الطفيليات، هي لو جينا قسمناها endoparasites اللي هي الطفيليات الداخلية أو internal parasites، وفي الطفيليات الخارجية اللي هي ectoparasites. الendoparasites اللي هي بتشمل الparasites اللي بتعيش في tracts أو في القنوات عموما، زي الجاستروانتستينال والريسبيراتوري واليوروجينيتال. في من الاندوبرازاتس كمان اللي هي البلاد برازاتس، واخر حاجه في الاندوبرازاتس اللي هي التشو برازاتس اللي هي اللي بتعيش في الانسجه. اما مجموعه الاكتوبرازاتس او الاكسترنال برازاتس اللي بتعيش على السطح الخارجي للعائل بتاعها، ودي بتشمل الانسكتس الحشرات بانواعها، وفي المايسز اللي هي اللارفال انفستيشن بتاعه الحشرات بتاعه الانسكتس، وفي المينج اللي هو الجرب اللي بتسببه آفة المايتس الحلم، وفي آخر حاجة طبعا التكس أو الأورام. فلو جينا أول حاجة الهلمنسس اللي هي الديدان. ما هي الديدان؟ الديدان معظمها بيعيش كإندوبرازاتس، بتعيش داخل العائل بتاعها، وبتتقسم إلى تريماتودز أو اللي هي كلمة فلوكس، زي الفاشولا اللي هي الديدان الكبديه، والبارنفستونز زي ديدان الكرش، وفي منها التاب ورمز اللي هي الديدان الشريطيه او ستونز زي المونيزيا كادلت،
او الهيدات السيست كلارفال ستيج. وفي نيماتودز اللي هي الراوند وورمز او اللي هي ما يطلق عليها بالعربي الديدان الاسطوانيه، زي مجموعه الاسكارس والتوكسوكارا والهومونكس. زي ما انتم شايفين دي الاشكال بتاعتها. الاكثربودز او مفصلات الارجل دي اللي هي كراستيشن، اللي هي قشريات، وهي دي بتبقى عائل وسيط لبعض انواع الطفيليات. الانسكتس اللي هي الحشرات بانواعها المختلفه، اللايس والفليز والفلايز، اللي هي الامر والبراغيث والذباب بانواعها المختلفه. واخر حاجه عندنا اللي هي الاكراينا، اللي هي العنكبوتيات، اللي هي تشمل لي التكس والقراد والمايتس، اللي هي افه الجرب او افه الحلق. اخر حاجه ومن الحاجات المهمه طبعا في البرازايتس، اللي هي الطفيليات، اللي هي البروتوزوا، اللي هي الاوالي او اوليات الخليه. ودي ليها استقسامات كتير، منها الفلاجيليتس اللي هي ذات الاصوات زي التريبانوسوما، التريبانوسوما الفانساي، اللي هي طبعا اللي بتسبب مرض الهيام في الجمال والكوينز الاحصنه والحنين اعزكم الله. الساركوداينا اللي هي الانتاميبا بانواعها، اللي هي الاميبات وحيده الخليه. الايبي كومبلكس طبعا فيها الايميريا اللي هي مسببه لمرض الكوكسيديا، والتوكسوبلازما اللي هو مسبب لمرض القطط توكسوبلازموزس. والمجموعه اللي بعد كده البايروبلازم، المجموعه المهمه اللي هي بتسبب البلابرزايتس زي الابيزيا والثايليريا. واخر حاجه عندنا اللي هي السيليتس، اللي هي الهود بيات اللي بتتحرك عن طريق الاهداب، تمام، زي البلانتيديوم والبوكسونيل. دي مقدمه للطفيليات او تقسيم الطفيليات. ليه؟ عشان لما نتكلم بعد كده في الطفيليات تبقى انتم عارفين يعني الطفيل ده معنى كلمه ايه. طفيل يعني يتطفل على جسم كبير بنسميه العاقل، بيسبب له خسائر. هل الطفيليات مهمه؟ مهمه جدا جدا. الاو اي اي طبعا في 2014 تمام كانت منزله الشوز دي. ليه الطفيليات مهمه؟ اول حاجه تمام الزونوتيك بوتنشال، يعني ان هي في بعض انواع الطفيليات مشتركه ما بين الانسان والحيوان، تنتقل من الحيوان للانسان زي مرض القطط، زي الابدان الكبديه وخلافه. تاني حاجه ان هي بتعمل ديزيز، بتعمل مرض، وبتعمل ممكن تسبب وفيات. تاني حاجه تمام ومن الحاجات المهمه جدا ان هي بتعمل برودكشن لوس، بتعمل خسائر اقتصاديه كبيره جدا جدا زي ما هنشوف بالمليارات. قد ايه الطفيليات مهمه وقد ايه الخسائر الاقتصاديه بتاعتها؟ في 2014 برضه تمام الاو اي اي تمام بناء على الدراسات بتاعتها قالت ان افريقيا وفي الشرق الاوسط تمام الاندوبرازايتس بس 3 بليون دولار سنويا، والاكتوبرازايتس 2 بليون دولار سنويا، يعني حوالي 5 بليون دولار سنويا، 5 مليار دولار سنويا، موزعه ما بين الدس، ما بين الديزيز كونديشن، ما بين العلاجات. ليه العلاجات مهمه وليه العلاجات بتاعه الطفيليات مهمه جدا؟ نترجمها لفلوس. في 2021 اتعمل الدراسه تمام واتنشرت، قال لك ان التوتال ماركت بتاع الجلوبال انيمال هيلث ماركت تقريبا 33.5 بليون دولار في السنه. 33.5 بليون دولار في السنه. مضادات الطفيليات تقريبا ربع المبلغ ده، تستحوذ على ربع المبلغ ده، تخيلوا على مستوى العالم. الحيوانات المقترة حوالي ربع المبلغ ده، منها الاكتوبرازايتس والاندوبرازايتس والانديكتوسايتس زي ما هنفهم. فاذا الكلام البرودكشن لوس والتكلفه الاقتصاديه بالمليارات، التكلفة الاقتصادية للتحكم والقضاء والسيطرة على الطفيليات في الحيوانات المختلفة وخصوصا المقترات بالمليارات على مستوى العالم وداخل مصر. طيب احنا عرفنا دلوقتي طفيليات، طب احنا هنعمل تريتمنت علاج ليها ازاي، او ثيرابي او ميديكال انترفيرنس او كنترول ليها ازاي؟ بانتي بارازيتيك ايجنت، بمضادات الطفيليات. الانتي بارازيتيك ايجنت دي من ايام زمان قوي قوي، من ايام القدماء، وهي معروفه زي الهيربلز او البلانتس اللي هي الاعشاب والنباتات
اللي ليها بعض القدرة على السيطرة أو التحكم أو علاج الطفيليات، زي الأرتميزيا اللي هو الشيح أعزكم الله. لما كان حد يقول لك أنا عندي دم، يقول لك اشرب شربة شيح. فعلا تمام، الشيح له افكاسي على الايه، على الطفيليات، زي الجارليك، زي اللي هو التوم بيستخدموه لغايه دلوقتي، بيستخدموه كاكتيف برنسبلز، او جارليك ازيتيز تمام، كنبات ازيتيز في علاجات كتير من الكوكسيديا، في حتى الطيور. وبعد كده لما طبعا باكتشاف العلم والتطور العلمي، بقت في سينثيتك مانيفاكتشر دراجز، يعني ادويه مصنعه للطفيليات، فبداوا يقسموها انسلمنتكس اللي هي خاصه بالتريت والكنترول بتاع الهلمس بتاعت الديدان، انسكتسايدز وبيداد حشريه دي للحشرات، سواء لايس سواء فليز سواء فلايز، دي تبع مجموعه الانسكتسايد. اكاريسايد، تسمع المصطلح ده تعرف ان هو مضادات للأكارينا او العنكبوتيات، اللي هي منها التكس الاوراد بانواعه المختلفه، اللي هو النوعين السوفت تك والهارد تك، والمايتس اللي هو مسبب لافه الجرح، وطبعا الانتي بروتوزوال ايجنتس او انتي بروتوزوال دراجز. طيب ازاي نعمل كنترولنج للبرازيت؟ ازاي نعمل تحكم وسيطره على الطفيليات؟ لا بنعمل بريفنشن، لا بنعمل تريتمنت. في البريفنشن اللي هو المنع من الاول، اول حاجه في نعمل مانجمنت للبوتشرز بتاعنا، يعني تغيير المرعى في الدول او في الاماكن اللي انا فيها رعي مفتوح، بغير المكان اللي بتضع فيه الحيوانات من مكان لمكان في خلال السنه او في خلال موسم الرعي. تاني حاجه الفاكسينيشن، لكن الفاكسينيشن مش موجود في كل انواع البرازات، هو موجود في انواع معينه من البرازات اللي فعلا حصل لها ديفلوبمنت لفاكسين كوميرشال، زي الايميريا، الايميريا المسببه للكوكتيديا، في كوميرشال فاكسينز دلوقتي. لكن مش كل الطفيليات ليها فاكسين، زي الهيلمنسز ما لهاش فاكسين، زي البلابرازات ما لهاش فاكسين لغايه دلوقتي. تاني حاجه، ودي بقى اللي عليها السهم الكبير، روتين كيموثيرابيوتيك تريتمنت وريفلكتيك تريتمنت، يعني بعمل اجراءات وقائيه عن طريق ان انا بتدخل تمام في العلاج كوقايه او كروتين ورك عشان اعمل بريفنشن للطفيليات. التريتمنت في حاله ان انا لو والله حصل حاله اصابه زي ما قلنا في ديزيز وحصل دايجنوزس، ابدا اتدخل بمضاد الطفيليات المناسب. مضادات الطفيليات قلناها تمام، في منها الاكتوبارازيتسايد او اللي هو الانسكتسايد والاكاريسايد اللي بتستخدم للكنترول للاكسترنال بارازيتس، في منها مجموعات كبيره، لكن اللي يهمني منها هنا تمام الماكرو سايكليك لاكتون، زي ما هنتكلم زي الايفرميكتين والديوراميكتين والموكسي ديكتين. اما الاندو بارازيتس اللي هي مضادات الديدان اللي بيسموها انسلمنتكس، وهتتقسم طبعا للكلاس بتاع الهيلمنس او الدوده اللي عندي، زي الانتي سيستول زي البرازيكوانتيل تمام والبنزيميدازولز، دول الانتي سيستول للديدان الشريطيه او انتي تريماتول فلوكيسايد، زي الكلوبزولون والنيتروجزامين رايكلبنتازول، او نيماتوسايدز او انتي نيماتول زي البنزيميدازولز والبيبرازينز وخلافه. او المصطلح الجديد اللي بدأ ينتشر من الثمانينات ولغايه دلوقتي وهو اللي واخد الصيحه العالميه، اندكتوسايدز. كلمه اندكتوسايدز دي يعني ايه؟ يعني اكتيف برنسبل اجينست اندوبرازايتس اند اكتوبرازايتس، ضد الطفيليات الداخليه والخارجيه، ودي مجموعه واحده بس اللي تملك الخاصيه دي، اللي هي الماكروسايكليك لاكتونز، اللي هي الجينيريشن بتاع الافراميكتينز والجينيريشنز بتاعته. تمام، دي بتبقى لارج سبيكترم، دي بتاثر على الاندوبرازايتس زي ما هنشوف، وبتاثر كمان على الاكتوبرازايتس. اذا احنا فهمنا كده ان في طفيليات منها مجموعه الديدان
بتسبب لنا خسائر كبيرة جدا جدا، ونقدر نعمل سيطرة وعلاج ليها عن طريق حاجة اسمها الانسلمنتس. فإذا احنا في حالة ما بين العائل اللي هو الرومينانت انيمال المقتريات والالمنسز اللي هي الديدان. الديدان زي ما قلنا معظمها اندوبرازايتس او كلها تعتبر اندوبرازايتس، تعالج بحاجه اسمها انسلمنتك. ما هو الانسلمنتك؟ تعريفه كده ببساطه اني دراج يوز فيد اور كنترول هيلمنس انفكشن، اي مستحضر دوائي له خاصيه ان هو يستخدم في العلاج او السيطره على الاصابه بالديدان. طب هتسمع بعض المصطلحات زي كلمه فلوكيسايد. فلوكيسايد يعني ايه؟ انسلمنتك يوزد فور فلوكس. فلوكس اللي هي مين؟ زي ما قلنا اللي هي التريماتودز اللي هي الديدان الورقيه او المتورقه زي الفشوله اللي هي الديدان الكبديه، والبارم في ستومم اللي هي ديدان القرش. دي المثال بتاع الكلوروزولون او الكلوزانتين كدراجز او اكتيف برنسبلز. سيستوزيسايدر دي بتستخدم للسيستول وخاصه الادلت سيستول زي المونيزيا او التينيا، وده المثال بتاعهم الاشهر البرازيكوانتين. نيماتيسايدر دراج دي انسلمنتك او مضادات ديدان تستخدم للنيماتود. وهتلاقي في النيماتود حاجه اسمها فيرميسايد وفيرميفيوج. تقول لي ايه الفرق ما بينهم؟ فيرميسايد يعني قاتل للديدان الاسطوانيه زي الليفاميزو، او فيرميفيوج ده اللي بيعمل اكسبل طارد للديدان، طارد وليس قاتل للديدان. ودي برضو حاجه بنستخدمها في الشغل بتاعنا، لما تدي فيرميفيوج بعد كده تدي بيرجتيف، لازم تدي بيرجتيف لانه مش هيعمل اكسبلنج لوحده وممكن يحصل حاله توكسيميا. طبعا زي البيبرازين ستريت ده بنستخدمه كتير في العجول الصغيره اللي هي اللباني والشعاري عشان اللي هي تعابين البطن اللي هي توكسوكارافيت اللورا. تدي البيبرازين وبعد كده بتدي ميه او بتدي مغنيزيوم سلفيت عشان يحصل اكسبلنج للديدان بره الجسم. برضه من المصطلحات اللي ممكن تعدي علينا اولد انسلمنتكس. اولد انسلمنتكس دي كانت مجموعات قديمه من الدراجز او من الاكتف برنسبلز زي ترايب كلوروفون، وده من مجموعه الاورجانوفوسفيت، لكن ما عادتش بتستخدم للسميه العاليه بتاعتها للو سيفتي مارجن، ما عادتش بتستخدم. نيو انسلمنتكس دي مجموعات دوائيه جديده نزلت واثبتت كفاءتها زي البنزيميدازولز والماكروسايكليك لاكتونز. هتسمع برضه في الانسلمنتك لما تيجي تقول انسلمنتك او مضاد ديدان يقول لك ده واسع المدى او ضيق المدى. نارو سبيكترم انسلمنتك او ضيق الطيف. ليه يعني ايه ضيق الطيف؟ ده الاكتف برنسبل ده او الدراج ده بيأثر على كلاس واحده من الديدان، بيأثر على ديماتود بس، بيأثر على سيستود بس، بيأثر على ديماتود بس، ما بيأثرش على اي مجموعه ثانيه. زي الكلوروزولون ده فلوكسايد اولي، او ليفاميزول ده نيماتيسايدال اولي. او في بعض انواع الانسلمنتكس يقول لك ده برود سبيكترم انسلمنتكس كاكتف برنسبل كماده فعاله. يعني ايه برود سبيكترم انسلمنتكس؟ ده واسع الطيف، يقدر ياثر على اكثر من مجموعه من الديدان، ياثر على الديدان المتورقه، ياثر على الديدان الشريطيه، ياثر على الديدان الاسطوانيه. زي مجموعه البنزيميدازول، وطبعا اشهرهم اللي هو الالبندازول. بعد كده في حاجه اسمها الانسلمنتك كومباينيشن. من الثمانينات واحنا طالعين او من التسعينات واحنا طالعين بقى في كونسبت عندنا في حاجه اسمها انسلمنتك كومباينيشن. يعني ايه انسلمنتك كومباينيشن؟ يعني ان انا بجيب اكتف برنسبل الف واكتف برنسبل ب واحطهم الاثنين مع بعض في مستحضر واحد، تمام؟ بعملهم الاثنين كده ليه؟ عشان احقق اكتر من غرض. ان انا بعمل برودنج للسبيكترم، الف ده بيأثر على النيماتود بس، ب بيأثر على النيماتودز، فما احطهم على بعض يبقى انا بعمل برودنج للسبيكترم. دي رقم واحد بقلل الكوست، رقم اثنين، ثالث حاجه ان انا بقلل الانسلمنتك ريزيستنس. وهنيجي ليها، دي ليها نقطه مهمه جدا اللي هي المقاومه الديدان لمضادات الديدان، ودي نقطه انتشرت ومثبته علميا على مستوى العالم ان دلوقتي بعض المواد الفعاله قلت فعاليتها ان لم تكن انعدمت
للتأثير على بعض أنواع الديدان لوجود مناعة، والمناعة دي بتبقى متورثة ما بين الأجيال في الطفيليات. طب نتعرف على الطفيليات كده اللي بتصيب مش الطفيليات، الديدان اللي بتصيب المقدرات. أول حاجة عندنا تمام الليفر فلوكس. الليفر فلوكس اللي هي ديدان الكبدية اللي هي مجموعة الفشول، خاصة اللي هي مجموعة الفشولة دي بتصيب القنوات المجرية والكبد بتاعة المقدرات. في حاجة تانية أو مجموعة تانية الليفر فلوكس دي تمام تريماتور فلوكس. في مجموعة تانية اسمها اللانج وورمز. اللانج وورمز اللي هي الديدان الرئوية ويعنى بها مجموعة الديبتوكاوز، ودي من الديدان الأسطوانية. معظم أنواع الديدان بتعيش في الجهاز الهضمي الجاسترو انتستاينال تراكت بتاعت مين؟ بتاعت المقدرات. أول حاجة من أول المعدة، المعدة بتاعت المقدرات زي ما احنا عارفين بتتكون من أربعة تشامبرز اللي هي الرومن والريتيكولم والأوميزم والأبوميزم. الرومن والريتيكولم بيتصابوا بديدان اسمها ايه؟ رومن فلوكس اللي هي ديدان الكرش اللي هي البارنفستوم والكلوتروفون والكاريميرياس، دولت بيتصابوا في الرومن والريتيكولم، بيبقى الاصابه فيهم كادلت رومن والريتيكولم. الاوميزم ما بيتصابش بديدان. في الابوميزم في مجموعه ثانيه الرومن والريتيكولم، قلنا رومن فلوكس يعني تريماتور يعني ديدان متورقه. في الابوميزم تلاقيه متصاب بمجموعه من الديدان الاسطوانيه ذات الاهميه البالغه اقتصاديه اللي هي منها الهومونكس والاوستاتاليا والكوستومنجيتس، دي بتصيب الابوميزم اللي هي المعده الرابعه او المعده الحقيقيه في المقدرات. بعد الاستومك كومباوند استومك بتاع المقدرات بيجي عند الانتستاينال تراكت سمول انتستين ولارج انتستين. في السمول انتستين ممكن الاقي سيستود، ديدان شريطيه زي المونيزيا والافت اللاينا والفايسوسوما، دي بتصيب السمول انتستين. وبنلاقي في السمول انتستين برضو اصابات بالديدان الاسطوانيه زي الكوبريا والبولوموستوما والنيماتودايرس والترايكوستومنجيلس، بعد انواع الترايكوسترونجيلس دي بتصيب السمول انتستين. في اللارج انتستين بتصيب الاسوفجستوما اللي هي نودولار وير او ديدان اللي بتعمل نوديولز، بتلاقي الشابرتيا، ممكن نلاقي تراكيوز اللي هي الديدان الصوتي. دي الموست كومن جاستو انسان النيماتودز اللي بتصيب المقدرات. كده اول حاجه عرفنا الديدان او معظم الديدان اللي بتصيب المقدرات. نعالجها بايه؟ بانسلمنتكس. طب نعالج بانهي نوع من انسلمنتكس؟ طب نستخدم ايه؟ نستخدم حقن ولا نستخدم بول اون ولا نستخدم تجريع ولا نستخدم تابلتس؟ نختار على اساس ايه؟ ببساطه شديده ان اختيار الدواء المناسب بيعتمد على اكثر من عنصر، واختيار الدواء المناسب فن. اكثر من عنصر، في عناصر للدواء للدراج ذات نفسه، في عناصر متعلقه بالانيمال، في عناصر متعلقه بتارجت اورجانيزم اللي هو عندنا هنا اللي هو الديدان الهلمنس. لو جينا اول حاجه في الانيمال، مسكنا الانيمال او اللي هو الحيوان، ايه العناصر المتعلقه بيه؟ اول حاجه الانيمال سبيشيز، نوع الحيوان. هل الدواء اللي هيستخدمه في البقره ممكن استخدمه في الحمار، ممكن استخدمه في الكلب، ممكن استخدمه في القطه، ممكن استخدم مثلا في الغنم او الماعز. الازم الانيمال سبيشيز عندنا حتى لو بتكلم داخل الرومنت ذات نفسها، في لارج رومنت وسمول رومنت، هل هو نفس الدواء ممكن استخدمه ما بين السبيشيز المختلفه؟ اذا الانيمال سبيشيز عندنا لازم يتحط في الاعتبار. ثاني حاجه ديزيز كونديشن، ديزيز كونديشن او ديزيز فيس. لو مثال عندنا بسيط خالص، لو هو مصاب بالديدان الكبديه، عندنا بقره مصابه بالديدان الكبديه، هل وصلت لمرحله البوتل جو والاكترس، وصلت لمرحله الاوديما والاصفرار؟ معنى كده ان الكبد حصل فيه دمج كبير. لو اديت دواء
الميتابوليزم بتاعه بيحصل في الكبد، فانا بعمل كده اوفر لود على الكبد ذات نفسه. اذا لازم اخد في بالي برضو الديزيز كونديشن والديزيز فيس، وصلت لغايه فين المرحله بتاعت الايه المرض ده، هل هو اكيوت ولا صاب اكيوت ولا كرونيك، وصل لفين. التريتد انيمال كونديشن، هل هي بوف كونديشن امسييتد؟ في بعض الادويه لما يجي يقول لك دونت جيف او كونترا انديكيتد تو امسييتد انيمال، ليه؟ تمام، لان هو عايز انرجي، بيعمل انرجي ميتابوليزم تمام، او بيعمل اوفر لودنج على الكبد، فبالتالي لو هو امسييتد تمام بيبقى اوفر لود على الحيوان ذات نفسه وممكن تعمل له مشكله. الهيرد سايز والبيربس، ودي من اهم النقط اللي هي متعلقه بالحيوان. هل لما اجي اختار دواء لراجل عنده بقرتين وماعز، زي لما اختار دواء لراجل عنده مثلا 2000 بقره او 3000 بقره؟ لا. البيربس بتاعي هل هو فاتنينج الهيرد كونديشن او الحيوانات دي، هل هي لغرض التسمين ولا غرض الحلاب ولا غرض ايه بالظبط؟ لان في ادويه زي ما احنا بنقول في ويزدرول تايم، حاجه ويزدرول تايم يعني ايه؟ الدواء انت بتديه، الدواء هو عباره عن كيميكال كومبوزيشن، عباره عن كيماوي، تدخل كيماوي، ممكن يبقى في ويزدرول تايم بتنزل في اللبن. اذا انا هدي دواء وبتنزل في اللبن، اللبن ده عامل بيه ايه؟ ارميه في الترعه ولا اشربه انا؟ يحصل لي ريزيدوز عندنا في الجسم بتاعي كانسان، اللي هي الوان هيلث كونسبت. دي كل دي عوامل متعلقه بمين؟ بالحيوان ذات نفسه. في عوامل تانية متعلقه بالاورجانيزم اللي هو الهلمس تمام، الدود الديدان دي. الاناتوميكال لوكيشن انسايد ذا هوست، يعني ايه الاناتوميكال لوكيشن؟ هي موجوده فين؟ هل هي موجوده في الجاستروسال تراكت، في الاوميز، في الابوميزم، ولا في السمول انتستين؟ هديكم مثال بسيط عشان تعرفوا ليه بنقول كل حاجه. الببرازين ستريت، الببرازين ستريت زي ما قلنا فيرميفيوج. لو انا اديته وكان الحال عندي ديدان رئويه، هل تتوقع ان يحصل اكسبيرنج للديدان الرئويه دي؟ لا. ليه؟ لانه هيأثر في السمول انتست، تاثيره الاكبر هيبقى في السمول انتست، مش هيوصل لللنج. فاذا اختياري للدواء لازم يكون بناء على ان انا عارف مين ايه اللي عندي، الانوتوبيك لوكيشن انسايد ذا هوست. تاني حاجه الستيج اوف هيلمز، هل هو ماتيور ولا اماتيور، ادلت ولا لارفا؟ هتقول لي هتفرق، هقول لك هتفرق. مثال عند حضرتك، في بعض الاحيان تمام، في بعض انواع الدراجز يقول لك ده بتاثر على الماتيور اند اماتيور فاشل، يعني بتاثر على الديدان الكبديه البالغه وغير البالغه. بعض انواع الديدان او بعض انواع الفلوكسايدز الدراجز او الانسيمتكس اللي هي الفلوكسايدز بتاثر على الماتيور فاشله، قول لي بتاثر على الديدان الكبديه البالغه بس. هتقول لي هتفرق في ايه؟ طيب لو انا عندي حاله، خطيه بالتشريح بالنكروبسي، لقيت في ديدان كبديه لكن غير بالغه، عمر مثلا اسبوعين او اربع اسابيع، وجيت انا استخدمت الدواء اللي بيتاثر على الماتيور فلوكس اولي، بيتاثر على الديدان الكبديه البالغه بس، هل متوقع ان هو هيجيب تاثير؟ لا، هو ما بيأثرش على الديدان الغير بالغه، وانا عمر الديدان اللي عندي اسبوعين او ثلاث اسابيع، يبقى مش هيأثر عليه. اذا بص عندي كده انا عملت علاج، لكن علاج ملوش اي فايده. النقطه الثالثه البريزنس اوف هايبوبايوزس، كلمه هايبوبايوزس يعني ايه؟ هايبوبايوزس يعني خمول او كمون، ودي بعض انواع النيماتوت، في بعض انواع الديدان الاسطوانيه اللي بتعيش في الابوميزم بالتحديد، زي الهوموكس والاوستاكتاجيا والترايكوس تونجيلاس، في وجود بيئه غير صلاحه تدخل اللارفال ستيجر داخل الجدار بتاع الابوميزم وتقعد كامنه. كويس كده؟ برضه هتاثر في ايه معايا؟ حاجه انا هدي دواء اكس زي الفل، بس ما بقصرش على الهايبوبايوتيك لاج في، واديت الدواء وتمام التمام وزي الفل. بعد اسبوعين ثلاثه بعمل تحليل لقيته بوزيتيف، قال لا ده في ديدان تاني عندي، جت منين؟ ده لسه مدي الدواء ما فيهوش
اسبوعين ثلاثه، عشان الهايبوبيوتيك لارفي طلعت وبدات تكمل دوره حياتها وبدات ايه السايكل تكمل من تاني. فيسيولوجي اند اناتومي اوف فيرمسز، دي النقطه الرابعه والاخيره. يعني ايه فيسيولوجي والاناتومي؟ الابتيك بتاعها بتاع الانرجي، بتستخدم انزيمز ايه ديبند على الانرجي، التيجمنت بتاعها او الغطاء بتاعها متكون من ايه، لان بعض انواع الديدان بتاثر على التيجمنت، بعض انواع مضادات الديدان بتاثر على الانرجي ميتابوليزم بتاع الدوده ذات نفسها، فاذا هي تختلف من واحده لواحده. اخر من العوامل المهمه جدا اللي عندي برضو في اختيار الانسلمنتكس المناسب او الدراج المناسب، تمام، عوامل خاصه بالدراج ذات نفسه، بالدواء ذات نفسه او الاكتيف برنسبل ذات نفسها، الماده الفعاله ذات نفسها. اول حاجه الافيكاسي والريزيستنس، هل هي افكتيف بنسبه قد ايه؟ 60% 70% 80% 100%. ممكن تكون كانت مؤثره ولم تعد مؤثره لوجود ريزيستنس اللي هي مناعه الطفيل او مناعه المايكرو اورجانيزم ضد الماده دي تكونت فعلا. فاذا لازم اعرف الافيكاسي بتاعتها قد ايه والريزيستنس. ثاني حاجه الكوست، الراجل بيدخل يقول لك او الراجل صاحب المزرعه بيقول لك هتكلفني كام؟ انا هحط جنيه هكسب قدامه كام؟ انا هجيب دواء فلاني حلو جدا، تمام، بس الدواء ده مش هحقق لي مكسب اقتصادي. اذا الكوست برضه بتدخل في الدراج، اختيار الدراج واختيار الاكتيف برنسبل بتاعك. السايد افكت، الدواء ده رائع جميل جدا بس بيعمل ابورشن اجهاض، او ان هو تيراتوجينيك افكت بيعمل تشوهات في الاجنه، او ان هو الويز درول تايم بتاعه كبير بينزل في اللبن لفتره كبيره، او الويز درول تايم بتاعته في اللحمه لفتره كبيره، او ان انا بديه ماجو سيفت مارجن ممكن يحصل توكسيستي منه، ممكن يحصل ساينس منه، نيورولوجيكال ساينس منه، وممكن يموت في بعض الاحيان لو السيفتي مارجن بتاعته قليله واديت الدواء ده، تمام، ممكن يموت. السايد افكت بتاعته ايه؟ بتاع الاكتيف برنسبل بتاع الدواء ده ايه؟ لازم اكون عارف. اخر حاجه الفورميليشن، التكوين بتاعه، هل هو حقنا ولا اورال؟ ممكن عن طريق التجميع او عن طريق التابلتس او البولس، ولا بورون بيترش على سلسله الظهر، ولا ايه بالظبط؟ تفرق معايا برضه الفورميليشن؟ تفرق الفورميليشن معايا. لو انا في محجر 10,000 راس وداخلالي شحنه، هل ان انا ادي تابلتس؟ هل البوك اون هو افضل ولا الانجكشن افضل؟ اذا برضه الفورميليشن بتاعه، وفي بعض الاحيان الفورميليشن برضه بتختلف من اكتيف برنسبل. يعني مثلا البنسيميدازول او الالبندازول هتلاقي كل الفورميليشن بتاعه لازم تكون اورال، سواء درنش، تمام، جيركن تجليع او تابلتس، مش هتلاقي انجكشن. والبعض الاخر في الانسلمنتكس تلاقيه انجكشن ما تلاقوش اورال. اذا الفورميليشن بتاعي برضو دي حاجه من الحاجات المؤثره في اختيار الدراج او الاكتيف برنسبل بتاعي. فجم عملوا جايد كده لطيف ظريف، تمام، لاصحاب المزارع، تمام، وحتى الفيترينيريانز، حتى الاطباء البيطريين، عشان ازاي اخد اقصى نتيجه واحسن نتيجه في اختيار الانسلمنتك، وازاي اعمل ورم كنترول في الكاتل، وده ممكن يمتد للرومنانت او مات. من 8 نقط، الوقت الاولانيه طبعا مفروغ منها، لازم يبقى في فيترينيريان او ادفايزر ليك. لو انت مش فيترينيريان، لو انت صاحب مزرعه، لازم يبقى فيه طبيب بيطري بيشرف على المزرعه دي ويقول لك تتدخل امتى وازاي وفين. تاني حاجة، لو انت صاحب مزرعة او حتى الطبيب المشرف في المزرعة، او حتى عندك قطيع مكون من بقرتين بس، معزتين بس، وجايب حاجة من السوق جديدة، لازم تعمل جود كارانتين ميجر، تمام، افكتيف كارانتين استراتيجي. ما تجيبش الحاجة من بره وتدخلها القطيع بتاعك على طول، لازم يبقى فيه كارانتين حد تقعدها كده على جنب كده لمدة كام؟ 21 يوم 30 يوم على حسب الحجم بتاعك والاوبجكتيف بتاعك. ليه؟ عشان دي لو جايه من بره فيها عدوى ما تنقلهاش لجوه، ما تنقلهاش للبوتشر بتاعي، ما تنقلهاش للمكان بتاعي والايه والسايكل تكمل. تالت حاجه لازم تعمل تيست للانسلمنتك افكاسي. يعني ايه؟ يعني سيادتك، تمام، بتستخدم مضاد الديدان
بقالك 5 سنين ما غيرتوش، مقتنع بيه جدا، او بتستخدم دواء واحد في العلاجات انسلمنتكس كلها لاي حاله جايه لك، مفيش مشكله زي الفل. بس هل هو دلوقتي الافكاسي بتاعته هي هيها من 5 سنين زي من سنتين زي النهارده؟ لازم تعمل تيست تمام للمضاد الدام بتاعك افكتيف ولا نوت افكتيف. رقم 4 و5 و6 دي انا معلم عليها بالاحمر، لانها دولت من اكتر 3 حاجات احنا بنعملهم، الا وهي ايه؟ ادمنستريت انسلمنتك افكتيفلي، يعني ايه؟ تعطي او اعطاء مضاد الدام بطريقه احترافيه. ازاي؟ حضرتك الراجل المصنع او الشركه المصنعه بيقول لك والله الدواء ده بيتحقن تحت الجلد، بعد اذن حضرتك استخدمه تحت الجلد فقط. بيقول لك والله الجرعه 1 ل 50 كيلو جرام، استخدمه بعد اذن حضرتك 1 مللي لكل 50 كيلو جرام. قال لك والله 10 مللي لكل او 10 مللي جرام، 10 مللي لكل 100 كيلو، يبقى 10 مللي لكل 100 كيلو. ادمنستريت انسلمتك افكتيف. رقم 5 يوز انسلمتك اونلي هو نيسيسري، وهنعرف نيسيسري ازاي دلوقتي. يعني ايه؟ يعني مش عمال على بطال تدي مضاد الديدان، كل شهر تدي مضاد الديدان. مش هي مش شطاره، لا ده كده انت بتخسر نفسك وهتعمل لنفسك مشكله. ليه؟ هتعمل لنفسك مشكله لان هيحصل عند حضرتك تمام ريزيستنس، وبعد كده الدواء اللي حضرتك بتديه ولا كانك بتديه تمام، ويحصل اللي احنا بنتكلم عليه الافكتس بتاع الانسلمنتك ده هيقل. احنا بنتكلم الانسلمنتكس زي ما قلنا، لا اما بروفلاكتيك روتين، بنعمل دي ورمنج، حاجه اسمها دي ورمنج بروجرام. انا في مزرعه، لو انا عند صاحب حيوان او صاحب حاله بقول والله انا هعمل لك دي ورمنج بروجرام. دي ورمنج بروجرام ده بيبقى له اشتراطات على حسب المزرعه دي او المكان ده موبوء بشده قد ايه، مايل ولا مودريت ولا هاي. هنعمل تحصينه كده زي ما بنقول كده، يعني مجازا تحصينه ضد الديدان، مرتين في السنه ولا 3 مرات في السنه ولا 4 مرات في السنه. وامتى هنعملها؟ في اول الربيع ولا في اخر الربيع، في بدايه موسم البرسيم ولا في نهايه موسم البرسيم. دي حاجه اسمها دي ورمنج بروجرام، دي كلام كبير اتقال فيها. عشان كده بنقول يوز انسيمتكس اونلي وين نيسيسري. في الديزيز انيمال في بروفلاكتيك بيبقى دي تحت كلمه دي ورمنج بروجرام. اخر حاجه اللي في رقم 6 اللي هي بنتكلم عليهم في البوكس الاحمر، ودي حاجه مهمه قوي، سيلكت ذا ابروبريت انسلمنتك فور ذا تاسك. يعني ايه؟ اختار السلاح بتاعك صح، اختار مضاد الديدان بتاعك صح. ازاي؟ ما يبقاش عندي اصابه في الحيوان بالديدان الكبديه واستخدم له مضاد الديدان بيأثر على الديدان الاسطوانيه فقط. ما يبقاش عندي المزرعه او المكان الراعي او المكان العيله بتاعي معروف ان هو فيه ديدان كرش، اصابات بديدان الكرش، ودي مضاد الطفيليات لا يؤثر على ديدان الكرش. اذا اختار السلاح بتاعك اللي هو في هذه الحاله الانسلمنتك اللي هو مضاد الديدان لتاسك. التاسك اللي هو مين؟ اللي هو ان انا اختار البارازايت، البارازايت اللي عندي ايه؟ الطفيل اللي عندي ايه؟ الدوده اللي عندي ايه؟ انا بدي العلاج ده ليه؟ عشان احقق غرض ايه؟ فدول الثلاث نقط 4 و5 و6 من اهم الحاجات اللي انا لازم وانا اختار الانسلمنتك اكون حاططهم في دماغي. رقم 7 و8 تمام؟ دي اقدر اقول دونت ستيك تو وان انسلمنتكس فور ايفر. يعني ايه؟ يعني حضرتك كطبيب بيطري او مشرف على مزرعه او طبيب بيطري معالج او حتى صاحب مزرعه، ما تلزقش في مضاد ديدان واحد طول عمرك. ليه؟ لان حضرتك هتعمل استراتيجي للسستبتبل ورم. سستبتبل ورم يعني ايه؟ الدان دي مع تكرار العلاج بنفس الاكتف برنسبل على فترات طويله هيحصل فيها جزء الريزيستنس اللي بنتكلم عليه. تاني حاجه اللي هو رقم 8 ريديوس ديبندنس اون انسلمنتكس. يعني ايه؟ في حاجات في الراعي، يعني حضرتك لما تجيب مثلا البرسيم ما تجيبوش مندي وتديه اعزكم الله للبهايم تاكل فيه،
نشفه شويه، شمسه شويه، دي معلومه علميه فعلا. اه لو انت بتجيب من الارض بتاع الحاج فلان او الحاج علان، غيرها المره الجايه وهات من الارض تاني. ليه؟ انت كده بتعمل روتيشن للبوتشر وانت من غير ما تدري وبالراحه. فده ان انت بتقلل ال هيلمنس روت بيردن عندك، او بتعمل تقليل لعدد الديدان اللي موجوده في القطيع عندك بالراحه بالجريزنج، مش كله انسلمنتس. فدي اللي هي الثمان نقط، ازاي اعمل جايد لاين ليا عشان استخدم الانسلمنتكس واعمل كنترول على الديدان عندي في المزرعه او في العلاجات بتاعتي. طيب الانسلمنتكس دي كتير قوي يا دكتور، يعني اسماء كتير وكلام كتير قوي، ناخدهم بالراحه. جم عملوا ايه؟ قال لك والله انا اقسمهم لجروبز برضه. قال لك في مجموعه من اشهر المجموعات ومن احسنها، انا مش هتكلم على الفارماكو داينامكس ولا الفارماكو كاينتكس، اساتذتنا في الفارما واخواننا في الفارما يتكلموا عليها احسن مني 1000 مره، لكن هتكلم على المجموعات والسبيكترم بتاعها او هي بتاثر على ايه. زي اول مجموعه ومن اشهر المجموعات اللي اكتشفت سنه في الستينيات ولغايه دلوقتي الممتده معانا، اللي هي مجموعه البنز ايميدازولز، اللي هي الوايت درينش، اللي هي التجريعات البيضاء. التجريعات البيضاء يعني اللي بتلاقيها شكلها ابيض، شكل الجيرك من كده تمام، وشكل لما تفتحه تلاقيه ابيض. منهم الالبندازول، الفينبندازول، الاوكسيفيبندازول، والترايكلابندازول. الالبندازول ده ابوهم، الاب بتاعهم، وفي حاجه اسمها برو بنز ايميدازولز، دي مجموعه برضو ممكن نضيفها على البنز ايميدازولز تمام. نيو توبامين ده برو بنز ايميدازولز، الالبندازول ده بروت سبيكترم انسلمنتك، بيأثر على الجاستو انستاينال نيماتود، بيأثر على اللونج ورمز الديدان الرئويه، بيأثر له تأثير على التيب ورمز الديدان الشريطيه، وبيأثر على الفلوكس لكن المطيوب، ولكن المطيوب تمام، المطيوب فلوكس، وهنا الليفر فلوكس لازم تكون اكبر من 10 اسابيع في العمر، عمر الايه؟ الفلوكس ذات نفسها. وبالتالي وفي الفلوكس اللي هي التريماتود اللي هي بتعالج بيها برضه في الحته دي الديدان الكبديه اللي هي الفاشوله تمام؟ لما اجي استخدم الجرعه بتاعت الالبندازول لا اخد الجرعه بتاعت الالبندازول، مش الجرعه المعتاد، لازم ادي تقريبا ضعف الجرعه عشان تدي تاثير على الفلوكس. بعد كده عملوا الفينبندازول، وهنشوف دلوقتي تركيزات الالبندازول الموجوده وكلام عليها. الفينبندازول بروت سبيكتر، بيأثر على الجاستروانتستاينال نيماتود واللونج ووردز، وله تأثير على التاب ووردز لكن ملوش تأثير خالص على الفلوكس، على الليفر فلوكس ملوش تأثير، وعلى جروم الفلوكس. الاوكسيفيبندازول بروت سبيكتر، بيأثر على التيب ورم وبيأثر على الراوند ورم بنوعيها اللي هي اللنج والجاستروانتستاين. نيجي بعد للترايكلابندازول، الترايكلابندازول ايه؟ برود سبيكترم؟ لا، نارو سبيكترم، نارو سبيكترم. بيأثر على مين؟ بيأثر على الفلوكس اللي هي الليفر فلوكس، اماتيور وماتيور، اماتيور اند ماتيور ليفر فلوكس، لكن ما بيأثرش لا على النيماتود ولا على السيستول، لا بيأثر على الديدان الاسطوانية ولا بيأثر على الديدان الشريطية. وهنا ما بتكلم على اكتف برنسبل، اكتب على اكتف برنسبل سنجل واحد، عشان هنيجي بعد كده نقول في حاجه اسمها كومباينيشن. دي مجموعه البنز ايميدازولز اللي هي التجريعات البيضاء. المجموعه اللي بعدها ليفاميزول او التجريعات الصفراء اللونها. الليفاميزول برود سبيكترم، برود سبيكترم ليه؟ لانه بيأثر على الجاستروانتستاينال نيماتود واللنج نيماتود، اللنج وورمز بيأثر عليها تمام؟ وله تأثير مناعي كمان، يعني لو اديته بنص الجرعه انجكشن او حتى اورال بيتاخد تأثير مناعي، له تأثير ان هو نون سبيسيفيك اميون ستيبل. المجموعه الثالثه ودي بقى
اللي موجوده والمنتشره تمام من منذ اختراعها زي ما هنشوف، اللي هي ماكرو سايكليك لاكتوز، على راسهم الايفرمكتين والديرامكتين والابرومكتين والموكسي ديكتين. والموكسي ديكتين دول برود سبيكتر بيأثروا على ايه؟ بيأثروا على اللانج وورم وبيأثروا على الجاسترو انتستاين نيماتود، ولكن ليس لهم تأثير على الستودز ولا على الفلوكس لوحدهم، ما لهمش تأثير. وليهم تأثير زي ما قلنا قبل كده اندكتوسايد. اندكتوسايد يعني ايه اندكتوسايد؟ يعني لهم تأثير على الاكتوبرازايتس كمان، بيأثروا على التكس والمايتس والانسكتس. دي الماكرو سايكليك لاكتون او بيسموها كلير درينش، تمام، التجريعات الرايقه. بعد كده في مجموعه اسمها فلوكيسايد. فلوكيسايد يعني متخصصه فقط نارو سبيكترال، بتتاثر بس على مين؟ على الفلوكس اللي هي التريماتودز. التريماتودز اللي تهمنا اللي هم مين؟ الفاشولا اللي هي الليفر فلوكس والبارافستونز اللي هم جلومين فلوكس. النيتروكزانيل والكلوزانتيل والكلوروزولون يؤثروا كويس جدا 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 على الليفر فلوكس، ولكن ليس لهم تاثير على الرومن فلوكس، تمام، وليس لهم تاثير على الرومن فلوكس. اللي له تاثير على الرومن فلوكس كويس قوي اللي هو الاوكسكلوزامايد والنيكلوزين، النيكلوزين او النيكلوزامايد، لكن في البيتري غالبا بيستخدم الاوكسكلوزامايد. طيب من المجموعه الاولانيه، الجدول ده مش من هنا، مش من مصر، بره في اسماء شركات. انا بس عايز اقول لكم او اوريكم اكزامبلز. اكزامبلز الايه؟ للوايت درينش. الوايت درينش اللي هي ايه؟ التجريعات البيضاء اللي هي مجموعه مين؟ الميتازولز، هي الدريفيتيفز بتاعها كلها. في الالبنزول من اول 2.5% 5% 10% اور، فقط اور. كل المجموعه دي هتلاقي اليوز بتاعها اور، تجريعا، سواء جيركن يعني سائل او بولس تابلت. وهتلاقي في بعض الاحيان في بعض انواع المضادات الطفيلات دي ضايف معاها تريس اليمنت زي الكبر والسيلينيوم، لان فعلا ثبت ان اصابات بالديدان بتؤثر على التريس اليمنت وخصوصا الكبر والسيلينيوم. الناس اللي بيقول لك ايه ده الشعره بتاعتها بتاعت الجاموسه او البهيمه دي وحشه، فاصابه ايه ده كده عايزه تتجرى، او ان هي مدعبله. مدعبله يعني ايه؟ مش كويسه كده كل شويه ايه تصب حاجه. طبعا السيلينيوم بيدخل فيه الاميونيتي، والكبر طبعا بيدخل فيه الكوت اللي هي الشعر بتاع الحيوان. فبالتالي بعض انواع الشركات ضافت الكبر سيلينيوم. وبرده معلومه، اما تيجي تعالج حالات اصابات طفيليه المفروض ان انت تعمل سبورتيف تريتمنت باملاح معدنيه عشان الحاله برضو الكونديشن عندك كويس. الالبندازول زي ما قلنا في منه 2.5%، في منه ال 4%، في منه ال 5%، في منه ال 10%. في البندازول تمام، في منه ال 5% وفي ال 10%. في اوكسيبيبندازول، كل دولت تبع الوايت درينش اللي هي مجموعه البنز ايميدازول. الجروب الثاني الليفاميزول، اللي هي قلنا ان هو بيأثر على اللانج وورمز، الراوند وورمز اللي هي الجاسترو انستاينال نيماتود، الهومونكس والاستراتيجيا والتريكوميجيلاس، سواء في الكوبوميزم او المجموعه الموجوده في السمول واللارج انتستن. دي الجاسترو انستاينال نيماتود بيأثر عليها، وبيأثر كمان على مين؟ على اللانج وورمز. وقلنا ان هو لو اميونو ستيمولانت لو اتاخد بنص الجرعه. وهنا الليفاميزول في خاصيه ان هو ممكن يتاخد انجكتابل وممكن يتاخد اورال. في منه تو فورميليشن، وفي منه اكتر من تركيز ممكن لغايه 7 و7.5%. طبعا هنا في اللي احنا قلناه قلناهوش ان هو الميد ويز دورال تايم. دايما بتلاقي في اي انسلمنتك في اي دواء يقول لك الويز دورال تايم بتاعه كام؟ في الميد 28 يوم مثلا، وفي اللبن يقول لك 45 يوم. دي بتفرق معانا زي ما قلنا في الاستخدام عشان الحيوان. لو حيوان حلاب، مزرعه حلاب، ما ادلوش دواء
ينزل في اللبن الفتره دي كلها. طب انا عندي ديزيز كونديشن، اتدخل بانهي دواء؟ يبقى بختار الدواء اللي بيأثر على الديزيز كونديشن عندي وبيديني اقل فتره سحب في اللبن. طب انا عندي اقول تسميم، وكل سنه حضراتكم طيبين تمام، رمضان بعد اسبوعين مثلا في داخل دور التسميم، وعايز يدي دواء في اول رمضان ويطبخ في اخر رمضان، يدي ايه؟ وهكذا. فلازم اخد الويذدراول تايم بتاعي تمام في الانديكيشن او من انا وانا بدي الدواء بتاعي وبختار. الجروب الثالثه اللي هي الكلير، اللي هي مجموعه الافراميكتينز او الماكروسايكليك لاكتون، ودي بتتميز ان هي ممكن فيها سبكيوتينيوس وممكن اورال وفي بعض منها كمان بور اون. وزي ما قلنا ان هي بتاثر على الراوند وورم واللانج وورم واكتو بارازايتس. في مجموعتين اللي هي الاورنج والبيربل، دولت مش موجودين في مصر تمام، ودولت بيتاخدوا اور. والنار سبيكترم هنا حط مين معاهم؟ الترايكل بندازول اللي قلنا ان هو بيأثر على الليفر فلوكس بس، حطه في مجموعه النار سبيكترم انسلمنتكس معاه كلوزنتيل، وده بيتاخد اورال وبيتاخد سبكيوتينيوس انجكشن ونيتروجينيل اوكسكلوزونايد. ايه كانت بقى الانسلمنتك ريزيستنس اللي انت قلت لنا عليها يا دكتور؟ الانسلمنتك ريزيستنس دي بالراحه خالص ان هي ان البارازايت او الهلمس كان سرفايف ذا تريتمنت بالانسلمنتك كيميكال وافكتفلي تمام يحصل باس للتريتمنت. تاني حاجه ان هو بيعمل جينيتك ابيليتي، يعني بتورثه للاجيال اللي بعد كده. مين فيهم الانسلمنتك ريزيستنس في الهلمنسز؟ غالبا كل الديدان دي مش من عندي تمام، من او اي تمام، ثبت فيها خاصيه الانسلمنتك تريتمنت. هل الانسلمنتك ريزيستنس دي موجوده في مصر؟ صدر ابحاث حديثه في الرومنت انيمال، الشيب بالتحديد، في الهومونكس كونتوكتس بالتحديد في 2021، ثبت ان هي بدات تكون مناعه للالبندازول تمام، ودي مثبته بابحاث مش من عندي. ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ الجديد ان انا اعمل فاكسينيشن للهلمنتس انفكشن، بس دي لسه مجرد خيالات يعني اطروحات. مفيش هلمنتس انفكشن، مفيش ديدان فاكسين او تحصينه علميا للديدان، لان طبعا في الفيلد او في المزارع او في العيادات يقول لك انا عايز تحصين يا دكتور، اديني جلك او اديني جرعه تحصين للديدان. هي مش هي كلمه عابره او كلمه دارجه، انما كفاكسين ككلمه علميه مفيش فاكسين للديدان. او الحل الثاني ان انا اعمل نوفل انسلمنتك ديفلوبمنت، حاجه كده ايه جديده، اخترع حاجه جديده تطبق وزي الفل، بس لازم هتاخد وقت وهتاخد كوست. الجديد دايما بيبقى فيه كوست تمام، وترايلز اند ايرور عشان اشوف السايد افكت بتاعه وي وي وي. ف النوفل انسلمنتك تريت ديفلوبمنت برضه مش هو الابروتش الصح الجديد الصح. الابروتش الثالث او الجديد عندنا اللي هو الانسلمنتك كومباينيشن، ان انا هجيب ايه اكتف برنسبل الف واحطها على اكتف برنسبل ب واجمعهم في بعض في دراج واحد في دواء واحد وادي ابليكابل وسكوشن. يعني ايه وسكوشن؟ يعني مش اي واحد كده وهو قاعد يجيب الف يجيب اكتف برنسبل واحد واثنين ويخلطهم على بعض، لا ليها محاذير كتير. هل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ الفارماكو داينامكس بتاع الف ايه والفارماكو داينامكس بتاع ب ايه والكاينكس والكاينتكس بتاع الف ايه والكاينتكس بتاع ب ليه ايه؟ طب الانسلمنتك كومبينيشن هل موجوده دلوقتي؟ اه موجوده كتير. زي ايه؟ برضه من نفس الجدول الكومباينيشن. طبعا اشهر كومباينيشن انتوا عارفينه تمام؟ الايفوماك او الايفرمكتين زائد الكلوزبيلون اللي هو يسمى الايفوماك سوبر. ده لما طلع كان صحيح. ليه الاثنين اتحطوا على بعض؟ هم عملوه كده ليه؟ عشان الايفرمكتين لوحده زي ما قلنا اندكتوسايد، بيأثر على مين؟ على النيماتودز او جاستروسايمن ولانج ورم، وبيأثر كمان على مين؟ على التكس والمايكس والانسكتس. حلو، بس ما بيأثرش على الفلوكس، ما بيأثرش على الليفر فلوكس. فجابوا الكلوزلون اللي هو النوب سبيكترم
انسلمنتك وحطوه مع الايفرمكتين في مركب واحد، بقى بيضرب 3 عصافير في حجر على النيماتود والليفر فلوكس والاكتوبرازايت. زيه عملوه الايفرمكتين والكلوزامتين، تمام، بيأثر على الجراوند ورم واللانج ورم والليفر فلوكس. عملوا الليفاميزول مع الترايكلبندازول، الليفاميزول نيماتيسايدر والترايكلبندازول فلوكسايدر، لما الاثنين يتحطوا على بعض يبقى راوند وورم ولانج وورم وليفر فلوكس. الموكسيدكتين مع الترايكلبندازول، والموكسيدكتين طبعا تمام لوحده هنتكلم عليه دلوقتي. ليفاميزول واوكسي كلوزانايد، الاوكسي كلوزانايد له اكتيفيتي على اللانج وورم على الفلوكس سواء ليفر فلوكس او رومن فلوكس، والليفاميزول على جراوند ورم، فلما يتحطوا مع بعض يوسعوا السبيكتروم. وادويه كتير حصل فيها كومباينيشن عشان اوسع السبيكتروم بتاع الدواء بتاعي، اقلل الريزيستنس ضد ماده فعاله، بدي اتنين ماده فعاله مختلفين في الاداء، لكن ده بيقلل الريزيستنس الى حد كبير، تكوين المناعه ضدهم الى حد كبير، كان حاجه كوست، تمام. وان دراج كونتين تو اكتيف برينسيبلز، كوست بالنسبه لي اقل. الماكروسايكليك لاكتون هنتكلم عليها بالتحديد. ليه الماكروسايكليك لاكتون؟ الماكروسايكليك لاكتونز، تمام، دي مجموعه زي ما قلنا فيها جينيريشنز كتيره، بدايتها كانت بالافرامكتينز، تمام، اللي هي اساسا جه اكتشافه بالصدفه في اخر السبعينات من سويل اورجانيزم اللي هي الستريبتومايسيس افاميلتياس، طلع الافرامكتين كي، وبعد كده بدا يحصل فيه جينيريشنز منه، تمام، طلع الابرينوميكتين، الايماميكتين، والديوراميكتين، والسلاميكتين، دول اسمهم الافرامكتين. اختهم، عيله اختهم، اكتشفت في الثمانينات اسمها ميليبيمايسين، منها الميليبيمايسين اوكسايم، وده الاولاني، تمام، والثاني اللي هو دلوقتي نجم النجوم اللي هو الموكسي ديكتين. العيلتين دول تبع الماكروسايكليك لاكتون، والعيلتين دول من اشهر العائلات، او الماكروسايكليك لاكتونز من اشهر العائلات كانسلمنتكس مستخدم. ليه؟ لانها اندكتو سايت. الموكسيدكتين نجم النجوم دلوقتي. ليه؟ اول حاجه ان هو سيميلر للاكشن للمود اوف اكشن لاذر مايكرو سايكليك لاكتونز زي الافرامكتينز تقريبا. ايه الاكشنز بتاعته؟ تمام، بيشتغل على الجابا، تمام، فبيعمل باراليسيس، بيعمل ديس للبارازايت. ثاني حاجه، تمام، مجموعه الماكروسايكليك لاكتون زي الايفرمكتين والابامكتين والديوراميكتين والايبيميكتين والموكسيدكتين، مع اختلافاتهم، تمام، كلهم بيستخدموا للكنترول الجاستروسانيماتود واللانج نيماتودز والاكتوبرازات في الكاتل وفي اذر انيمال سبيشيز كمان. اكتشفوا او طبقا للابحاث ان السبكيوتينس انجكشن هو احسن طريقه لاعطاء المايكروسايكليك لاكتون عن الاورال والتروبيكال ادمنستريشن، وكل عشان الدراج بايو افيلابيلتي فيه اعلى. اليوجوال دوز لكل المايكروسايكليك لاكتون 0.2 ملي جرام لكل كيلو جرام بودي ويت انجكتبل. في بعض في مايكروسايكليك لاكتونز ممكن تبقى زي ما قلنا تبقى تتاخد اورال، ممكن بور اون توبيكال زي مين؟ تمام، زي السلامكتين ريفوليوشن اللي هو موجود في السوق باسمه ريفوليوشن، في بعض الحيوانات غير المقترات ممكن يتاخد انجكشن زي ايفرمكتين والديورامكتين، ممكن يتاخد اورال زي الموكسيدكتين والايفرمكتين في بعض انواع التجريعات. طيب الايفرمكتين الاكتيفيتي بتاعته 28 يوم، من 14 ل 28 يوم. الموكسيدكتين الاكتيفيتي بتاعته ممكن توصل ل 42 يوم.
توصل ل 42 يوم بعد الحقن، تمام، ولان لونج اكت. في الموكسيدكتين استخدامه في الرومنت انيمال زي الكاتل والشيب مفيش اي ادفيرس او سيريس سايد افكت، مفيش ادفيرس رياكشن ولا سايد افكت لاستخدام الموكسيدكتين في المقتنعات. الموكسيدكتين تمام ويل تولريتد في المقتنعات. حاجه من الحاجات برضو الظريفه في الموكسيدكتين والكويسه، مالوش اي تاثير لا على الاوفيليشن ولا على الريبرودكتيف سايكل ولا البريجنانسي ولا حتى على البرفورمانس بتاع الميل بولز، وفي البريجنانسي امن جدا، ولا له جين توكسيستي ولا له جاتوجينيك افكت. ده كموكسيدكتين. من الحاجات النارو سبيكترم اللي احنا قلناها كفلوكسايد الكلوجزلون تمام، ده مخصص نارو سبيكترم انسلمنتك من البنزين سلفوناميد، ده بيأثر على الفاشله كلها، الفاشله الهباتيكا، الفاشله جاجنتيكا. كان بيتاخد ايام زمان كان في فورميليشن منه اور، لكن اغلبيه الفورميليشن كانت انجكتبل، وغالبا كان بيتحمل مع ماكروسايكليك لاكتون اللي هو الايفرمكتين عشان يوزع السبيكترم بتاعه. المود اوف اكشن بتاعه بسيط وسهل، ان هو بيأثر على الانزيمز موجوده في الفلوكس، تمام، دي بتتعارض مع الانرجي ميتابوليزم بتاع الفلوكس فبالتالي بتموتها. الريكومندد دوز بتاعه 7 ملي جرام كيلو كيلو جرام بتويت باي اورال روت، ودي مش موجوده دلوقتي، فلوكسيدون اورال روت مش موجود غالبا على مستوى العالم، و2 ملي جرام لكل كيلو جرام بتويت سب كيوتينيوس انفكشن. الكلوجزلون افكتيف جدا على الماتيور فاشولا، ريزيستنس مفيش ريزيستنس للليفر فلوكس للكلوروزلون، ومن دي برضه من النقط اللي الموكسيدكتين ليه دلوقتي هو نجم النجوم زي ما بنقول. مفيش ريزيستنس يا جماعه، غالبا لم تسجل حالات ريزيستنس للموكسيدكتين على مستوى العالم، والحالات اللي سجلت لسه قليله جدا جدا. معظم البارازايتس التارجتد بالموكسيدكتين او سنسيتيف تو موكسيدكتين سنسيتيف له جدا جدا، وبيدي نتائج كويسه جدا جدا. الكلوجزلون برضه السنسيتيفيتي زي ما قلنا كويسه جدا جدا للفلوكس، بالنسبه له ما سجلتش ريزيستنس. بعض انواع الفلوكسايدز سجلت ضدها ريزيستنس في الفلوكس، في الليفر فلوكس، في بعض الليفر فلوكس دلوقتي سترينز على مستوى العالم ريزيستنس لبعض الانسلمنتس المستخدمه. تاني حاجه السيفتي مارجن بتاعته عاليه ككلوجزلون، وما بيأثرش على البريجنانسي خالص، تمام، وممكن كمان يستخدم في الديري بامان. فعندنا التركيبه دي ادت ان احنا نفكر ليه ما نحطش الموكسيدكتين مع الكلوجزلون في منتج واحد. الموكسيدكتين اندكتوسايد، يعني بيأثر على الديدان الداخليه والخارجيه والطفيليات الخارجيه، زي ما قلنا بيأثر على النيماتود نيماتوسايدال سواء جاستو انتستاينال او اللانج ورمز. تاني حاجه له تأثير كويس جدا للاكتوبرازايتس تكس والمايس واللايس، بيأثر عليهم كويس. تاني حاجه الموكسيدكتين ممكن يتاخد كموكسيدكتين لوحده كاكتيف برنسبل، توبيكال هتلاقي فيه موكسيدكتين توبيكال لوحده، اورال في موكسيدكتين اورال لوحده توبيكال ومع اذر كومباوند، انجكتابل في موكسيدكتين انجكتابل لوحده، وفي الانجكتابل في لونج اكتنج وفي نان لونج اكتنج. كموكسيدكتين بيتاخد لسبيشيز كتير لوحده. كومباينيشن بقى، المعلومه دي حلوه، حصل له كومباينيشن لا مع اكتر من اكتف برنسبل وموجودين دلوقتي في السوق بدون ذكر اسماء تجاريه، زي الموكسيدكتين والبيرانتيل والسارولينيال ده موجود، الموكسيدكتين والترايكلبنزول موجود، الموكسيدكتين والبرازيكوانتيل موجود، الموكسيدكتين والفولانيل موجود،
كموكس نيكتين لوحده شغال، موكس نيكتين مع اذر اكتف برنسبل شغال. طب كلوروزولون فلوكسايد ناقص بيبسو انجكتبل اتحط قبل كده مع كومباينيشن اللي هو كلوروزولون مع ايفرمكتين. كلوروزينول اتحط في كومباينيشن موجوده مع النيتروكزانين، مع ان الاثنين نابلس بيكتر. وخلي بالك في فرق ما بين النيتروكزانين والرافوكسانين والكلوزانتين والكلوروزولون، تمام؟ مش هنتكلم عليه دلوقتي. وممكن الكلوروزولون مع النيتروكزانين مع الايفرمكتين اتحط في منتجات مختلفه. اذا انما لما احط الموكسيدكتين مع الكلوروزولون في منتج واحد احصل على اكثر من ميزه. اول حاجه يونيك فورمولا، فعلا يونيك فريده من نوعها. ثاني حاجه جديده في السوق، جديده في الماركت، جديده بالنسبه للجنيريان للمربي حتى للبرازيل. بحصل على اكثر من ميزه نيماتيسايدال افكت سواء جاستو انستايدال او لانج وورد. فلوكيسايد بيأثر على الليفر فلوكس، انسكتيسايد واكاريسايد. بحصل على خمس ميزات، مور افكتيف لان كبرت المدى بتاعه بقيه مور برودر سبيكترم، لونجر اكشن، ليز ريزيستنس، مور سيف، ايزي تو ابلاي، لانه في المنتج ده اللي هو منتج الماكمونت بالتحديد بيتاخد سبكيوتينيوس انفكشن، سبكيوتينيوس انجكشن بجرعه 1 مللي لكل 50 كيلو جرام بودي ويت للرومنانت انيمال. الليفر فلوكس ملهاش زي ما قلنا ما حصلش ريزيستنس ليها للكلوروزولون، وبالتالي الكلوروزولون هيأثر عليها. الكلوروزولون سيف والموكسيدكتين سيف ومفيش اي ادفيرس رياكشن بالنسبه لها. وبالتالي المنتج اللي هو الماكمون اللي نازل للرومنانت انيمال هو منتج جديد واعد ويستحق تجربه، وان شاء الله يبقى منتج كويس جدا جدا. وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.